علي قسيس والفنان العراقي علي ليو. يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، هلا هلا تانية. العمود بخير، انت بخير، يا اهلا وسهلا حبيبي علي. شنو هذا يعني؟ تفضلي. شنو هذا بابا مالتي تاكو؟ اهلا وسهلا تانية. اهلا فيك. واحد اسود واحد اخضر، خير؟ والله ما ادري. ما زبطوا الامور مع بعض. انا اللون منه مش ما بيعكس القلب، القلب دائما فرحان. والله جد بحب الاسود. احنا اليوم استضفنا هالاثنين، مش يعني هيك هب هزرت مثل ما بقولوا، استضفناهم لسبب. هذه البنت وهذا الشاب كان عندكم احلام واحلامكم تحققت. نبدا ليديز فيرست. اول شيء تاني، شو حلمك انت بالحياه اللي اشتغلتي عليه؟ انا وصغيره، يعني كان عمري 12 13 سنه، يعني 4 سنين 5 سنين. مش معك حق. شكرا للتوضيح. كنت اقفل باب الغرفه واتخيل حالي على مسرح عم بغني. حلو. ومش تكون مشهوره، بس كنت انا صبيه بالمدرسه، كنت حب شاب. بالصف. ايوه. فبتعرف بهذا العمر يعني كنت اتخيل انه اذا شي نهار شافني على مسرح عم بغني وانا مش عارفه اذا عندي صوت، بركي حينعجب فيي. فهول احلام الاطفال. بلشت هيك، كنت اعمل ليبسينج، كنت حط اغاني سيدي ماجدة الرومي يعني وغني كاراوكي. وهذا الحلم صار حقيقه، لانه بلشت اقول ليه لا، رح بلش غني. وعطيني كثير شخصيه، انا كنت كثير كثير خجوله. وحسيت فتحت بوجهي الدنيا مع الموسيقى. اذا الحلم ضروري للانسان، واحد بدون حلم ما بيمشي لقدام. انت علي ام بي سي حققت لك احلامك بس بطريقه مختلفه، ما هيك؟ والله امانه طبعا انا احبك هواي، لازم اقول لك هاي جمله. انا احبك، احب العراق بعد. انا ببدايه كان حلمي اصير لاعب كره قدم. اي للامانه ما كنت مفكر انه، بس ما ادري انه رب العالمين كان كاتب لي انه اصير فنان بعدين، لان احنا ما عندنا بالعائله احد. يعني انت لعيب كره قدم منيح؟ انا فوتسال 5 سنوات العب دوري عراقي ممتاز. دوري عراقي مع مين؟ ممتاز. اخر نادي لعبت فيه، افضل انجاز عندي مع نادي غاز الشمال. أوكي. بس اخر نادي لعبت فيه نادي القوه الجويه. لعبت قوه جويه؟ طبعا. حققت البطوله لا، مع غاز الشمال حققنا ثاني الدوري العراقي الممتاز. حلو. طب ليش ما كملت؟ اصابه ولازم اصير فنان. تعرف ثانية كم مطرب كانوا لاعبين كره قدم؟ أوه. تامر حسني. وين نور الشريف الله يرحمه، هاني شاق، كلهم بدهم بيلعبوا كره قدم. وكان تامر كان لعيب. اي فبعدين صارت عندي الاصابه وهاي وابتعدت عن كره القدم، فنولد عندي حلم جديد. اللي هو انه انا احس انه رب يعني العالمين. يعني لما كنت لاعب مع صوتك ما كان حلو؟ ما كنت، لا كنت اغني وكانوا يقولوا لي صوتك حلو، بس ما كنت اعرف. بعدين اكتشفت انه يعني شلون اقول لك، انا بالنسبه لي رب العالمين حسيت انه انطاني هاي الموهبه لسبب. فلما انطاني اياها هاني قلت خليني استثمرها. قلت لك احلامك. فجت ام بي سي وقالت لي يلا. ثانيه انت مش بس غنيتي، بس عم بتساعدي الناس. شو سبب مساعدتك للناس؟ هل هو شيء متأصل فيك أم موقف صار معك؟ حد أري عزيز عليك كان؟ شو السبب؟ لا صراحة، أو تقولينا بالأول كيف عم بتساعدي الناس؟ كيف عم ساعد الناس؟ أنا بحب أنشر الموسيقى دير من داري، بحس لأنه الموسيقى جابت لي كثير بحياتي. يعني أنا شخص مثل ما قلت لك كنت خجولة، كنت دائما أحس أنه بعيش بالعالم تبعي. كان صعب لإلي أنه كيف فوت بمجتمع، أحس أنا هيك عندي حياتي شوي الخاصة. حسيت أنه الموسيقى بتغير كثير بشخصية الأطفال، بتفتح أفاق جديدة كمان للناس، هي ثيرابي بالآخر. يعني هو علاج نفسي بدون ما يكون علاج، يعني هو بيفتح لك الثقة بالنفس وبيخليك تحلم بكثير أشياء. فأنشأت أكاديمية موسيقى مع شو سميتيها؟ وان هارموني. وان هارموني، بآمن يعني بالهارموني بالحياة بكل شيء، مع تناغم واحد. يعني تناغم واحد، صح. هيك حياة لازم تكون، هيدي الإنسانية. نقدر يعني النغمة تكون بالموسيقى بتحملنا للسلام كمان. وعملت مبادرة اسمها I'll be the change، سوف أكون التغيير. من خلالها منقدم دروس موسيقى لأشخاص مش قادرين يدفعوا دروس يعني موسيقى. وسمعت كمان في احتياجات خاصة. احتياج خاصة، صح. بلاش ولا؟ لا، في هيك وهيك حسب الكيس، بس هي مفتوحة للكل، وأكيد منساعد كل يلي مش قادرين هن يمولوا دروس موسيقى. كويس.
خلينا هلا بالملايين. بس الشاب اللي هذا ابو لما كنت صغيره راح، انا بقول له شكرا كل دقيقه بس راح. طيب شوز شو بدي اعمل؟ ارجينا هون قديش بقيان يا شباب؟ انا بما انه نظري على قدي 46 بعد اللي عندنا برا كمان سلطان الحديثي كمان عراقي اكو هم عيني شنو عيني العراقيين بكل مكان وعد جاي من مربية انا ومعي كمان شاب عراقي اسمه حيدر البياتي واخو خلدون. طيب عندكم 46 دقيقه اليوم في 3 سحوبات 20,000 دولار للي حملوا التطبيق و100 الف دولار اخر الخميس من كل شهر وفي مليون دولار ماشي. وعندنا هالشابين الحلوين رح يغنونا شوي بعد الفاصل يلا.